الباحثون السوريون سنعيد كتابة العلم بأبجدية عربية. فيتامين دي ودور محتمل في خفض خطر الإصابة بالسرطان. للفيتامين دي فوائد كبيرة لصحتنا، كنا قد تحدثنا عنها في مقال سابق، لكن دراسة جديدة جاءت لتضيف إليه فوائد محتملة أخرى، حيث اقترحت هذه الدراسة أن تحسين مستوى فيتامين دي في دم الإنسان قد يكون وسيلة مهمة للوقاية من السرطان، ووجدوا أن خطر تطور هذا المرض يرتفع بانخفاض مستويات فيتامين دي. وفي التفاصيل أن مجموعة من الباحثين من كلية الطب في جامعة UCSD كاليفورنيا سان دييغو قاموا بتحليل الرابط بين فيتامين دي وسرطان ليحددوا ما هو المستوى المطلوب من فيتامين دي في الدم لتقليل خطر الإصابة بالسرطان بفعالية، ونشروا نتائج دراستهم في مجلة PLOS1. وقد شملت الدراسة جميع أنواع السرطانات المنتشرة باستثناء سرطان الجلد. ويقول سيدريك غارلاند الأستاذ المساعد بكلية الطب في جامعة UCSD في قسم طب العائلة والصحة العامة وأحد معدي الدراسة أن دراستهم هي الأولى من نوعها والتي توضح هذه العلاقة بالأرقام، حيث قاموا بتحديد قدرة كمية كافية من فيتامين دي على الوقاية من جميع أنواع السرطانات المنتشرة مجتمعة والتي كانت مجهولة حتى نشر هذا البحث. إن فيتامين دي الذي يتم إنتاجه من قبل الجسم من خلال التعرض لضوء الشمس يساعد جسم الإنسان في التحكم بمستويات الكالسيوم والفوسفات، وكان البروفيسور غارلاند وشقيقه الراحل فرانك أول من ربط مستوى فيتامين دي المنخفض بالسرطان في ثمانينيات القرن الماضي، فقد وجدوا أن الأشخاص الذين يعيشون في مناطق بعيدة عن خط الاستواء وبالتالي الأقل تعرضاً لضوء الشمس لديهم مستويات منخفضة من فيتامين دي وأكثر عرضة لتطور سرطان المعدة. ومنذ ذلك الوقت وجدت دراسات أخرى أجراها الأخوين غارلاند وآخرون روابط بين انخفاض فيتامين دي والسرطانات الأخرى بما في ذلك سرطانات الثدي والرئة والمثانة. جدل كبير حول مستوى فيتامين دي الموصى به. إن الطريقة الوحيدة لقياس مستوى فيتامين دي في الجسم بدقة هي قياس مستوى هيدروكسي فيتامين دي 25 في الدم، والذي تقوم الكليتان بتحويله إلى الشكل الفعال الذي يساعد في ضبط مستويات الكالسيوم والفوسفات. وقد كان هناك جدل كبير في السنوات الأخيرة حول المستويات التي يلزم أن يوصى بها لفيتامين دي في الدم، ففي عام 2010 أوصى معهد الطب IOM ب20 نانوغرام على المليمتر لصحة العظام، والتي يمكن الوصول إليها لدى أغلب البالغين الأصحاء بعمر 19 سنة إلى 70 سنة، وبأخذ كمية مكافئة ل601 دولية من فيتامين دي يومياً، بينما ذهبت مجموعات أخرى إلى أن المستوى المطلوب يجب أن يبلغ قيماً أعلى قد تصل إلى 50 نانوغرام على المليلتر أو أكثر. وقد سعى البروفيسور غارلاند ورفاقه في الدراسة الجديدة إلى اكتشاف مستوى فيتامين دي في الدم الذي يقلل بفعالية خطر الإصابة بالسرطان، واتخذوا في ذلك نهجاً غير متبع عادة، حيث استخدموا نتائج نوعين مختلفين من الدراسات، إحداهما تجربة سريرية ل 1169 امرأة، والثانية دراسة استطلاعية ل 1135 امرأة، حيث قاموا في بعض تحاليلهم بفصل مجموعتي البيانات كلاً على حدة ومقارنتها، وفي تحاليل أخرى جمعوا كل البيانات معاً ليحصلوا على عينة ذات حجم أكبر. مستوى 40 نانوغرام على المليلتر أو أكثر من فيتامين دي في الدم مرتبط بخفض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 67%. بلغ متوسط مستوى هيدروكسيد فيتامين دي 25 في الدم لدى مجموعة الأشخاص المشاركين في دراسة التجربة السريرية 30 نانوغرام على المليلتر، أما في الدراسة الاستطلاعية فقد كان المستوى 48 نانوغرام على المليلتر. ووجد الباحثون أن معدل حدوث الإصابة بالسرطان في مجموعة التجربة السريرية الذين يملكون متوسط مستوى فيتامين دي أقل أعلى من مجموعة المشاركين في الدراسة الاستطلاعية، وبلغت الأرقام 1020 حالة لكل 100,000 شخص سنوياً و 722 لكل 100,000 شخص سنوياً على التوالي لكل من الدراستين.
وقد وجدوا أيضاً أن معدلات الإصابة بالسرطان انخفضت بارتفاع مستويات هيدروكسيد فيتامين دي 25، فالنساء اللواتي كان مستوى فيتامين دي لديهن 40 نانو جرام على المليلتر أو أكثر كانوا أقل عرضة لتطور مرض السرطان بنسبة 67% من النساء اللواتي كان مستوى فيتامين دي لديهن 20 نانو جرام على المليلتر أو أقل. ولم يصرح الباحثون ما هو المستوى الأمثل لمدخول فيتامين دي أو كيف يفترض الوصول إليه، سواء بالتعرض الأكبر لضوء الشمس أو بإجراء تغييرات في النظام الغذائي أو باستخدام المتممات الغذائية. ويقول البروفيسور غارلاند أن النتائج التي وصلوا إليها تشير ببساطة إلى أنه من الممكن أن نشهد انخفاضاً لخطر الإصابة بالسرطان عندما تصل مستويات فيتامين دي في الدم إلى 40 نانوغرام على المليلتر، وأنه مع القيم الأعلى من ذلك فإن الخطر يتناقص أكثر. ويختم هو وزملاؤه بالقول أن الوقاية الأولية من السرطان بدلاً من التوسع في التشخيص المبكر أو تطوير العلاج سيكون ضرورياً لعكس اتجاه التزايد الحالي للإصابة بمرض السرطان عالمياً. شكراً لحسن استماعكم.